الصحة هي العقل اللي بيخطط ويفكر، هي الإيد اللي بتبني وتعمر، هي البسمة اللي تنور حاضر مصر ومستقبلها. لكن مصر ده كان حلها. أعلى معدل فيروسي في العالم، قوائم انتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، تطول والطول معاها المعاناة والألم. قررنا نتحدى ونسابق الزمن من خلال مبادرة الرئيس علشان تكون مصر والمصريين بمئة مليون صحة. نقضي نهائياً على فيروس سي، وفي وقت قياسي تم مسح أكتر من 51 مليون مصري. تم علاج المصابين منهم فوراً بالمجان. ده اللي دفع منظمة الصحة العالمية للإشادة بمصر في مجال علاج فيروس سي، وحققنا معجزة حقيقية في القضاء على قوائم انتظار الجراحات والحالات الحرجة. كان المستهدف إجراء 17888 عملية، لكن على أرض الواقع عملنا 132,000 عملية جراحية في 9 شهور ومكملين. ملحمة كبيرة وإنجاز عظيم عملناه بتحدي وإرادة وجهود كل القطاعات الطبية في مصر، ده غير الحملات الكبرى والمستمرة على المدارس لتطعيم وعلاج ملايين الأطفال والشباب. وفي مجال المنشآت والخدمات الطبية بنينا وطورنا 376 مستشفى، وأضفنا 300 سيارة إسعاف، وغطينا 4787 كيلومتر من شبكة الطرق الجديدة بالخدمات الطبية ووحدات الإسعاف السريعة. وقدرت مصر تفعل الخطة الطموحة لبناء وتطوير مصانع جديدة لإنتاج الدواء. أحلامنا كبيرة وخطوتنا سريعة علشان نسعد مصر وشعبها ونرسم على وشها 100 مليون صحة. بلغ حجم الاستثمارات والخدمات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 83 مليار جنيه. مصر، التحدي والإنجاز.